التمرد هي ما اقدرش افصلها عن حركة الشباب اللي قاموا بثورة 25 يناير. يعني الشباب اللي قاموا 25 يناير كان عن طريق النت وعن طريق الاتصال الالكتروني، خدت بالك؟ دول عن طريق مفتوح قالوا احنا ندعو الى التمرد وشوف الشعب هيستجيب مش هيستجيب، فوجدوا استجابة كبيرة جدا. فأنا متوقع إن اللي هينزل في يوم 30 ناس كتير جدا، ولن يجرؤ واحد من التيار الإسلامي واحد سواء بتعليمات أو بدون تعليمات إنه يعمل حاجة في اليوم ده لسببين. السبب الأول إن هم ما عندهمش المقدرة ان هم يواجهوا هذا الطوفان على مستوى جمهورية. لو في القاهرة ممكن يحشدهم يجيبوا يصدوا، لو في اسكندرية ممكن يحشدهم يودوا اسكندرية، لما يلوها على مستوى الجمهورية ما يقدرش. ده في اسكندرية مش عايز اقول لك عملوا فيهم ايه يا بلد، يعني لما راح هناك وحازم ابو اسماعيل بعت انصاره عند جامع ابراهيم ضربوهم وبقوا يمسكوهم في الشارع يحلقوا لهم دقون وجري وراهم لحد محطة القطر، يعني مش بس سابوهم يجروا لحد محطة القطر وحلقوا لهم.